ترى كل واحد قلقان على الميه، حريص على الميه؟ طب انا لما قلقت على الميه من امتى؟ تفتكروا من امتى قلقت على الميه؟ من 2011. من امتى؟ من 2011. اول ما بقتش ارتاح ولا اقدر اطمن من 2011، تحديدا من 25 يناير عرفت ان احنا هيبقى عندنا مشكله كبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير. بنتكلم النهاردة عن الملف المعتاد أو الملف الأهم، واللي احنا طبعا كنا معتادين نتحدث عنه مرارا، ولكن طبعا بسبب الوضع الحالي في المنطقة وتوترات الموقف وقدرنا ان احنا في منطقة مشتعلة، فالملفات الكتيرة مخلية الناس مش مركزة مع قضية من أهم القضايا. ولكن في معلومة غريبة جدا حابب حضراتكم تعرفوها. المعلومة دي بتقول ان هناك يعني موسم جيد للأمطار أو موسم فريد الأمطار في كم كبير من سقوط الأمطار على بحيرة فيكتوريا. ولكن قبل ما أقولك إيه الوضع في بحيرة فيكتوريا اللي بتمثل أحد مصادر نهر النيل، اللي فيها بتمثل 15% من الإيراد كله اللي بيأتي إلى مصر والسودان من نهر النيل، خلينا أقولك إنه بحيرة فيكتوريا من كم الأمطار كلها اللي بيسقط على هذه المنطقة، يعني أمطار كتير بتروح يمين وشمال، فقط 3% اللي بينزل منها في مجرى نهر النيل ويأتي إلى مصر والسودان، أو تحديدا يأتي إلى جنوب السودان. يضع من 3% 25% تضيع في مستنقعات جنوب السودان، فحوالي جزء كبير من 3% بيضيع، يعني أنت جاي لك حوالي 2% 2 وشوية في المية من كل الكم اللي بيسقط من الأمطار على بحيرة فيكتوريا والبحيرات الجنوبية على نهر النيل الأبيض. الرقم ده يجعلنا نتوقف أمام مدى هدر المياه اللي بيحصل في نهر النيل الأبيض وفي جنوب السودان تحديدا. جنوب السودان ممكن لا يقل عن 25 أو من 18 ل 25 مليار متر مكعب سنويا بيهدروا في جنوب السودان. فاقترحت مصر سابقا إنشاء قناة اسمها قناة جونجلي. القناة دي عشان توفر الهدر اللي موجود في مستنقعات جنوب السودان، ولكن عدم الاستقرار أثر علينا بشدة. عشان كده قلنا لحضراتكم قبل كده، استقرار الدول المجاورة بيساعد في تنمية عندك، بيساعد في انه يكون في مزيد من النمو عندك. كل اضطراب بيحيط بك بيصب على دماغك. فلما كان في عدم استقرار في جنوب السودان وحرب اهلية، وبعد ما خلص 75% من المشروع توقف الحفار اللي مسؤول عن المشروع وتم تخريبه، وتوقف المشروع تماما، بل وامتد التوقف لسنة 2011 لما حصلت أيضا انفصال لجنوب السودان، والموضوع متوقف من وقتها. شوف حضرتك كم زي ده، على الأقل كان 15 مليار متر يأتوا إلى مصر، كان يعمل إيه مع مصر في هذا الوضع؟ لكن قدر الله وما شاء فعل. الفكرة هنا إن إحنا بنتكلم على موسم استثنائي في بحيرة فيكتوريا. يعني إيه موسم استثنائي؟ عندنا موسم أصغر وعندنا موسم أكبر. الموسم الأصغر كان في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. احنا الوقت في الموسم الاكبر اللي بدأ هذا الشهر ومستمر خلال ابريل وايضا خلال مايو. وصل منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا ل 1103 او 1136.6 متر. الرقم ده قرب جدا من الرقم القياسي اللي كان وصل 1136.8 متر، وده رقم قياسي حصل في سنة 2020. رقم 2020 متوقع ان يتم كسره هذا العام، يعني كمان شهر ونص شهرين هتجد ان انت تخطيت المية او 1136، ممكن تصل وتسعة من عشرة، ممكن تصل 1137 متر، وده رقم يعتبر ما حصلش قبل كده او حصل نادرا. فعشان كده بقولك ده من ارقام الجنوب، لكن التأثير مش كبير علينا، عشان قلتلك الهدر اللي بيحصل، عشان الكم اللي بيحصل. لو المية دي بتجيلك كلها كانت بالنسبة لك، أو جزء كبير منها بيجي، كانت بالنسبة لك هتكون أكبر من إيراد النيل الأزرق. اللي أنا هكلم حضرتك عنه للأسف في معلومة بينقلها أحد الخبراء المصريين الباحث هاني إبراهيم. كشف أن هناك سدود جديدة تخطط إثيوبيا لإنشائها، وأن أنت متوقع في أي وقت أن إثيوبيا تعلن عن وضع حجر أساس لسد جديد ينشأ خلف سد النهضة. نقف بقى ونشوف الموضوع، لأنه موضوع خطير جداً، ونفهم الحكاية والقصة. إثيوبيا أنشأت سد النهضة، وده سد كان مخطط له 11 مليار متر مكعب، لكن غيروا التصميم وأصبح تصميمه 74 مليار متر مكعب.
تصميم السد البحيرة 74 مليار متر مكعب يعني قد حصة مصر كاملة، وقد كمان نصف الحصة فوقها مرة ونص. لو اقتطعوا نصف إيراد مصر سنويا فانت هنا بتؤثر على مصر لمدة 3 سنين متتالية بنصف إيرادها، لأنه إيرادها من النيل الأزرق 49 مليار متر، فثلاث سنين تعادل إيراد مصر من نهر النيل الأزرق لو أخدت نصفه. الحقيقة هنا إثيوبيا لما غيرت منسوب بحيرة سد النهضة ده أثار الشكوك في أنه الموضوع هنا ما دخلش في موضوع تنمية، خاصة المعلومة الخطيرة اللي بيقولها الباحث هاني إبراهيم. بيقول لك أن أنت كم المية الكتير اللي إثيوبيا بتبتغي أو بتريد أنها تجعله موجود في بحيرة سد النهضة، الكم ده جزء كبير منه مش هيستخدم في توليد الكهرباء. يعني إثيوبيا يكفيها 50 مليار متر فقط في بحيرة سد النهضة، ومش بس كده، إثيوبيا يكفيها 50 مليار متر أو 49.3 زي ما بيقول خلال موسم الفيضان فقط. في موسم الجفاف لازم إثيوبيا كانت تطرح حلول أو يطرح عليها حلول، منها استخدام محطات طاقة شمسية في وقت موسم الجفاف، لأن موسم الجفاف طبيعي محطات الطاقة الشمسية هتشتغل لأنه هيكون فيه شمس، فمحطات الطاقة الشمسية هتدخل بنسبة مش كبيرة لكن هتؤثر. بمعنى إيراد نهر النيل الأزرق لو وصل أقل إيراد بيكون 25 مليار متر، 25 مليار متر في موسم الجفاف. ال 25 مليار متر دول لو قسناهم بقدرة توربينات سد النهضة اللي هم 13 توربين، ال 13 توربين دول بيولدوا في السنة كلها، بيشتغلوا مش السنة كلها، بيشتغلوا جزء من السنة، بيولدوا في السنة كلها حوالي 10,000 ميجا وات. ال 10,000 ميجا وات بيجوا من حوالي 30 مليار متر مكعب. في اليوم الواحد قدرة التوربينات بتتكلم في حوالي 360 370 أو 369 مليون متر مكعب، إن التوربينات تمرره من السد، فبتضرب في 85 يوم اللي هم اللي هيشتغلوا فيهم، فبتجد إنه حوالي 30 مليار متر مكعب. لو السد فيه 25 في موسم الجفاف أو خزنت 25 في موسم الجفاف وعندك منسوب قديم تقدر تاخد منه كمان 5 مليار، ولو ما أخدتش ال 5 مليار فأنت عندك محطات طاقة شمسية تغنيك بجزء كبير جدا، وما تعملش الزوبعة وما تعملش وجع الدماغ اللي انت بتعمله ده، وبالتالي لا تؤثر على حصص الدول المجاورة. لكن هنا التعمد الإثيوبي وهنا الوضع الخطير. ثلاث سدود، نشوف أسماء هذه السدود. عندي سد اسمه ماندايا، السد ده بيتكلم في 27.5 مليار أو 7.1 مليار متر مكعب. سد بيكوابو بيتكلم في 32 مليار متر مكعب. سد كاردوبي أو كاردوبي بيتكلم في 40.4 مليار متر مكعب، والحقيقة حضرات مجموعهم مع بعض يدخل في 80 مليار متر مكعب، أكتر من سد النهضة منفرد. مساحة البحيرة أو مساحة مجموع تخزين بحيرات هذه السدود حوالي 1369 كيلومتر. مساحة بحيرة سد النهضة بتكون أكبر من كده، ولكن الحقيقة عايز أقول لك برضو أنه أخطر هذه السدود بحسب الباحث هاني إبراهيم اللي نقل دراسته أو نقل معلوماته من أحد أعضاء لجنة التحكيم الإثيوبية اللي دخلت، أو لجنة التفاوض الإثيوبية اللي دخلت في مفاوضات سد النهضة مع مصر. والمفاوض ده أعلن عن نية إثيوبيا أنها تنشئ هذه السدود مستقبلا. أخطر هذه السدود من وجهة نظر هاني إبراهيم هو سد ماندايا، رغم أنه أقلهم في كم المياه اللي هيخزنها، ولكن هو الأقرب لسد النهضة 20 كيلومتر فقط بين هذا السد وبين البحيرة، جنوب البحيرة طبعا. الخطورة هنا أن السد مرتفع جدا، والخطورة الثانية منسوب الأرض في هذه المنطقة 630-635 متر، منسوب أيضا مرتفع، فهنا معناه أنه لو السد مرتفع بهذا الارتفاع أنت داخل كده حضرتك في 800 متر ارتفاع منسوب السد عن مستوى سطح البحر في هذه المنطقة، وده ارتفاع كبير جدا. سد النهضة ارتفاعه بيتكلم في حوالي 145 وحط عليهم كمان 500 فيبقى 645 متر فوق سطح البحر، هيبقى السد اللي قبل سد النهضة مرتفع جدا عن سد النهضة، وده يمثل خطورة في تدفق المياه على سد النهضة وخطورة الموقف، لأنه بيعتبر مزيد من الخطورة على سد النهضة إن حصل ضرر في هذا السد. لكن هي مسألة مجموعة بحيرات، إثيوبيا عايزة تحول نهر النيل الأزرق لمجموعة بحيرات، شوية مستنقعات زي اللي موجودة في جنوب السودان ولكن على كبير شوية، ومعمولة بشكل صناعي يسهل على إثيوبيا التحكم في المياه القادمة لمصر،
ويضع مصر أمام مزيد من الضغوط، ويضع مصر أمام أزمة كبيرة داخليا، وبالتالي أي أزمة داخلية تؤثر على قوتها خارجيا. ده اللي بيحصل من قبل إثيوبيا، وده اللي بيحصل من دولة أضعف منك لكن ضغوطها مرتفعة، وانت بسبب الأزمات الحالية وبسبب المنطقة اللي انت عايش فيها، يعني قراراتك العنيفة مع إثيوبيا لم تتخذ بعد. في قرارات عنيفة موجودة في الدرج، لكن القرارات دي لم تتخذ بعد. ما تعرفش موقف الدولة امتى هتقرر انها تتخذ قرار عنيف مع إثيوبيا، وبناء على ايه هتعمل هذا القرار. لكن اكيد الدولة عاملة حسابها ان هذه التوترات وهذه الأوضاع اللي إثيوبيا بتنوي إنها تشرع فيه بدءها لها ردود أفعال، بل إنه السد الحالي هناك ردود أفعال، لأنه الرئيس تعهد بإنه مية مصر محفوظة ومصانة. إحنا بنتكلمش كتير، بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. طبعا ده وضع صعب، ولكن إن شاء الله نكون قادرين على مجابهته. طول ما احنا متضافرين ومتضامنين مع بعض واقفين ورا بلدنا، ان شاء الله نقدر نواجه كل هذه الضغوط. واثيوبيا عايزة مصر تكون مقسمة، عشان كده مش اثيوبيا، الحكومة الاثيوبية زي ما عندهم مشاكل وخلافات بتعوق التنمية عندهم، هم برضو حتى لو خزنوا المياه كلها مش هيقدروا يستغلوها في تنمية، لان الدولة نفسها دولة منقسمة داخليا، وده اللي بيعزوه لدولة زي مصر انها تكون ايضا منقسمة. لكن التماسك إن شاء الله يجعل مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.